لكن مصرين نكون واضحين، نحن مع الحداثة ولكن باقي حنا امتداد للإسلام العقلاني ديال ابن رشد ديال الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين العقلانيين. نحن لن نقبل أن نتنازل عن هذه المرجعية لأي طرف آخر باش نرضيو شي زوار شي ربان لا متمسكين أيه. ومن هذا الموقع نحن ضد كل إسلام أصولي محافظ لا عنده المشروع ديال الإنقاذ يفسلف صالح ديال 14 قرن غير واعي بما تطور به المجتمع. حنا تنقول أن إسلامنا هو إسلام عقلاني متفاعل مع التحولات اللي وقعت في المجتمع، وأن حتى اجتهاد اللي كان في الإسلام كله تفاعل فقهاء الصالحين مع هذه التحولات.